السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع من المواقع اللي بتسهل لك شغل اسمه ميتا فور، عبارة عن ايه؟ ان هو بيتنبأ لك بالروابط، افضل رابط ممكن تحطه بعد الكلمة دي. انا سيب مثال هقول له هيرز جريت ديل اي توتوريال، تمام، هو يروح حاطط لي الرابط اللي بعد كده. تمام، انا متوقع ان افضل طريقة لتعلم البايثون كذا، هو اوتوماتيك يحط لك الرابط. في بعض الحاجات بيكتب لك تكست، يعني بتكتب مثلا جود فهو يحط لك مورنينج او ايفنينج، لا هنا بيحط لك الروابط. تمام، بيقول لي خش في الديسكورد، الديسكورد برنامج زي شات عامل زي الفيسبوك وهكذا، يعني من زمان بنستخدمه لكن هو انتشر اكتر لما الميدجورني اعتمد عليه. يعني على سبيل المثال هكتب هنا البرومت هنا واقول له جنريت، فيبدأ يعمل لي الروابط بالشكل دوت. تمام، دي افضل مواقع خاصة بتعلم الاي. تمام، هو بيقول لي انت ممكن تختار بقى عايز ريسيرش بيبر مثلا، تمام، عن اللارج لانجوج موديل فرنش، تختار بقى اللي انت عايزه تقول له جنريت، يبدأ ان هو يعملها لك. تمام، ممكن تقول له جنريت، ممكن تقول له كوبي ينسخها لك، وممكن تيجي هنا تبدأ ان انت تكتب له، ممكن تختار مثلا توبك معين زي مثلا بوك. فهاجي هنا واقول له برومت واقول له best way to learn بايثون، فجاب لي الروابط اللي هي المناسبة لتعلم البايثون وهكذا. لو عجبكم الموقع اكتب لي رايك في التعليقات.